السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كديرين نتوما وعائلتكم؟ نتمنى ان الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وشكرا على تعليقاتكم الزوينة، وشكرا على الناس اللي تجربوا كيف حطت الفيديو، مشاو صيبوا الزيت وكتبوا لي التعليقات على الزيت. شكرا 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 على الثقة ديالكم اولا، وشكرا على التشجيع ديالكم. هاد الزيت راه زوين زوين، غير ديروه وراه اش كيعطي؟ عطي ماشي عاد كدهني به شعرك بعد الاستحمام، كيعطي حتى تقويه للشعر واللمعان، ومابقاش عندك تقصف والجفاف للشعر. وكتبوا لي البنات ايضا بغاو وصفه لتقويه الشعر، وتكون وصفه سريعه. لا بغيتوا وصفه سريعه ما عليكم الا بالبصل، عرفتي البصل زوين زوين زوين، راه الا بغيتوا الشعر ديالكم ينبت بسرعه يعني مده اسبوع كتلقاو الفرق، ما عليكم الا بالبصل. اليوم نعطيكم واحد الوصفه بالبصل ان شاء الله، بهذا المكون العجيب الرائع، وغنزيد عليه مكون اخر فقط. تابعوا معايا وما تنساوش لايك للفيديو والبارطاج باش كلشي الناس يستافدوا، وايضا قناتنا تكبر وتعرف اكثر واكثر. وكنشكر تحياتي خاصه لاهل الجزائر، كتبوا لي تعليقات، كنشكركم كنشكركم، ونشكر المغاربه وكل الدول اللي متبعيني. يلا ما تعطلش عليكم، نمشيو مباشره نبداو على بركه الله نوريكم الوصفه باذن الله. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبداو على بركة الله. المكون الأساسي هو البصل، ومن أحسن يكون البصل أحمر، تكون بصلة حمراء تكون متوسطة الحجم. ولو ما لقيتوش عندكم بصلة حمراء لا بأس ديروا البصلة الأخرى، ولكن أنا كنأكد على البصل الأحمر، لأن البصل الأحمر غني بالكبريت وأيضا غني بالبروتينات ومطهر السحري. اللي عندها الحكه ولا عندها الكزيمة في الشعر راه كيحيدوا ليها هذا البصل، وايضا اللي عندها الحبوب اللي كيكون في فروات الراس هو يتحيد ليها لذتي هذه البصله. هذه البصله زوينه زوينه، وان شاء الله غادي كاين اللي كياخذ البصله كيدير الماء ديال البصل للشعر ديالو، وكيبقى هذيك الريحه قويه في الشعر. انا غنزيد عليها مكون اخر ما غاديش يكون عندكم، ونوريكم الطريقه اللي غتخليش الريحه تبقى في الشعر، ولكن راه البصله زوينه زوينه وفعاله. غادي ناخذ البصله غادي نقشرها بحال هذا الشكل. غنجيب واحد الكسرونه غادي نقطعها على ربعه بحال الشكل. الطريقه سهله سهله وسريعه، والطريقه اللي غنوريها لكم ما تبقاش الريحه في الشعر، ولكن هاد البصله المعتمده عندي هي اللي انني عتقتني من تساقط الشعر، كتوقف تساقط الشعر، كتنبت الفراغات خاصه المقدمه الراس، تولي عندك واحد الخلفه. شنقول لك البصله زوينه زوينه زوينه، اللي يبغى الوصفه يعتق بها شعره، الوصفه تكون سريعه. صافي انا قطعتها بحال هكا، غادي نضيفها في الكاسونه، غنضيف عليها كوب ديال الماء، وغنزيد كوب اخر حتى نغطيها بحال هذا الشكل. وغادي نوضعها على النار، على النار مهيله. انتو كتحطوا الكاسونه على النار وكتخليوا هاد البصله حتى كتهرى، حتى هانت كتشوف كتولي هاريه بحال هذا الشكل. صافي وكنطفيو عليها النار ونكمل معكم ان شاء الله المرحله الاخيره باذن الله. هانتو من بعد ما طفيت عليه النار خليته شويه غير يدفى، وغادي نديرو في الميكسور او الخلاط الكهربائي، وغادي نطحنو بالماء ديالو. هانتو انا طحنت دابا يا البصله، حصلت على البصله مطحونه بحال هذا الشكل. غادي نجيب كسرونه وغنوضع فيها البصل اللي طحنته وغنصبوه في الكسرونه. هذه هي البصله من بعد ما طحناها،
الطريقه اللي غنديرها لكم ان شاء الله ما تخليش ريحه البصله. ملي كنديروا غير الماء ديال البصله بوحدو كتبقى ديك الرائحه، واخا كنغسلو كتبقى الرائحه. ها انتم كتشوفوا غادي نضيفوا المكون الاخير وهو النشا الذره. النشا الذره غادي نضيفوا، غتقولوا لي علاش غديري النشا الذره. النشا الذره زوين زوينه، سبق ليا درت لكم الفيديو ديال النشا الذره الكيراتين بوحدو بالنشا الذره، وجربوه البنات ويعني عطاهم واحد الترطيب وواحد الشعر ولا انسيابي من اول استعمال. ولا ضفناه على البصل غادي يطرطب لينا داك الشعر، خصوصا للناس اللي كينشف لهم البصل الشعر غادي يولي رطب رطب. غنزيدو عليه النشا غتولي عندنا كيراتين، نفس الوقت غادي يولي عندنا كيراتين مع البصل، يعني غادي يخرج لينا الشعر رطب رطب. ها انتو غتضيفوا ملعقه كبيره حتى الملعقه ونصف ديال النشا. النشا زوين استعملوه وغادي تشوفوا البنات غتستعملوه. ملي درت لهم انايا الكيراتين غير على ديال النشا بوحدو وتشوفوا النتيجه كيفاش عطات واعره، وملي غادي نزيدوها على البصله وغادي تشوفوا النتيجه غتهبلكم. البنات اللي باغين الوصفه سريعه اللي تنبت ليهم المقدمة الرأس، خصوصا اللي عندنا البنات المقدمة الرأس فارغة، غديري هاد الوصفة وغترحمي ليا الوالدين عليها. ها انتي غادي نخلطو، غنخلطو النشا مع البصلة قبل ما نوضعو على النار باش ما يتكورش لينا بهاد الشكل. نخلطو مزيان مزيان وغنوضعو على النار حتى يجمع لينا الخليط. عارفين النشا كيجمع لينا اي حاجه بغينا نجمعوها كنجمعوها بالنشا. غادي نوضعو على النار ونخليه حتى نحصل على الماسك ونرجع لكم. هانتوا النتيجه من بعد من وضعناه على النار وبقينا مع التحريك نار مهيله حتى يتجمع لينا الماء ديال البصل يتجمع لينا صافي. وغادي نوضعو فواحد الاناء يكون واسع باش يبرد لينا، وعاده ممكن نطبقو على الفروات الراس ان شاء الله. مو غادي نفرغو هنايا في هذا الاناء حتى يبرد ليا، وغادي نقول لكم طريقه الاستعمال ديالها، لان طريقه الاستعمال نص ديال النجاح ديال الوصفه، يعني خاصكم تعرفوا حتى طريقه الاستعمال باش تنجح لكم الوصفه يعني باذن الله. طريقة الاستعمال حبيبتي هاد الوصفة بإذن الله راه زوينة زوينة بزاف، على البصل الماء البصل ومع النشا كيعطي واحد النتيجة رهيبة. ولكن انتي اختي باغا تزيدي مثلا الصفار البيض زيدي، بغيتي تزيدي شي زيوت انتي كتفضليها زيديها. أنا مكنبغيش نعطيكم واحد المكونات كتيرة، هاديك المكونات كتيرة كتعكز، غير جوج مكونات راه كافيين الغرض. كينبتو الفراغات ديال الشعر يعني عندها المقدمة ديال الرأس فارغة، غتولي عندك واحد الخلفة، الخلفة غتنغل غيولي عندك الشعر هنايا كينبت. لي عندها الفراغات في اي مكان غاتي غينبت لكم كيطول لكم الشعر وكيعطيكم واحد الرطوبه. عرفتي البصله زوينه 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 عن تجربه، هي البصله هي اللي كندير انا لشعري راه كتعطي واحد النتيجه. اللي عندها المشكله وباغات دغيا تعتق الشعر ديالها وينبت ليها بسرعه ينبت ليها بحال الربيع، دير البصله. البصله زوينه زوينه بزاف، والطريقه راه سهله. غادي تفرقي اول حاجه غتمشطي شعرك تسرحيه مزيان، غتفرقي الشعر ديالك وتوضعي هاد الماسك من الجذور حتى الاطراف، وتركزي على المكان الفارغ، داك المكان الفارغ اللي عندك في الشعر تركزي عليه وتحطي عليه هاد الماسك حتى الشعر ديالك كامل تغذيه بهاد الماسك كامل، تعرفي انك درتي كامل صافي. وغادي تجمعي الشعر ديالك وديري واحد البوني يكون بلاستيكي، ولا ديري اي بلاستيك عندك في الدار ديريه وتجمعي به الشعر ديالك وتخليه لمده ساعتين، مده ساعتين فقط ما طوليش المده، غير ساعتين فقط. وتغسليه كالمعتاد كيف كتغسلي بالشامبو، وتغسليه وتشوفي كيفاش النتيجه، كيعطي واحد النتيجه زوينه زوينه. واستعملي هذا الماسك جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاث مرات في الاسبوع. الا كان عندك الفروات الراس خاصها باش تنبت بسرعه ديري حتى ثلاث مرات في الاسبوع، وكيعطي النتيجه من الاسبوع الاول حتى الاسبوعين. غادي يبان لك هذوك الفراغات بداو كينبتوا كينبت الزغب تماكن بحال الربيع، حتى غتشوفي النتيجه زوينه زوينه. والبصله ايضا كتحارب الشيب المبكر، باش ما يجيش عندك الشيب المبكر ديري هاد البصله
ورحمي ليا الوالدين. وبالنسبه للريحه ما كتبقاش الريحه ملي كنضيفوا عليها النشا ومني كنطيبوها، اما ملي كنديروا الوصفه ديال الماء البصل فقط غير كنحكو وكناخذوا الماء كيكون مجهد، يعني الريحه كتبقى في الشعر واخا تغسلي شحال من مره كتبقى في الشعر ان شاء الله. بالنسبه للبنت اللي طلبت مني الوصفه انها باغا الشعر ديالها ينبت بسرعه، ما عليك الا هاد الوصفه وهاد الماسك الرهيب رائع. ومني كنديروا ليه هاد النشا وكيعطي واحد الكيراتين زوين، وايضا كيجمع لينا كيجمع لينا الماسك وما يبقاش يسيل لينا، حتى ملي كنوضعوه في الشعر ما كيبقاش يسيل لينا، وملي كيسيل كيعطيك واحد الانزعاج، لا غادي يبقى ثابت لك، خصوصا ملي غادي يبرد، ملي هو كيبرد هو كيعقد. دابا باقا عندي انا دافي، غيبدا يبرد يبرد وغادي يعقد لك، وملي توضعيه في الفروه الراس غادي ما يسيل لك ما والو، ما تحسيش بانزعاج وانت كديري توضعي هذا الماسك الرهيب جدا. ما عليكم الا ديروا هذا الماسك ورحموا لي الوالدين عليه لانه فعلا زوين. ديري دابا اكيد اي دار عندها البصله وعندها النشا، ديري ورحمي لي الوالدين عليه. ونتمنى ان هذه الوصفه اليوم تكون نالت على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش حبيباتي لايكات لايكات البنات باش يترفع الفيديو ويشوفوا اكبر عدد من المشاهدين، واللي كيتفرج فيا وباقي بداش ليا ابوني وما اشتركش في القناه شارك في القناه، انا كنفكر فيك لان كتكون ناسي كتفرج الفيديو ما كتخرج بلا ما دير ليا واحد الاشتراك باش تولي من 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 المتابعين الاوفياء، وايضا فعلوا الجرس باش تبان الاولين وصل لكم الفيديو. وشكرا على المشاهده والمتابعه، وبسلامه عليكم والى فيديو اخر.